<applause> كل سنة وانتم طيبين يا جماعة كل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم حبيت أشارككم بكحك العيد حبيت أشارككم في ملبسات العيد حبيت اشارككم اليوم الجميل ده واعيد عليكم لاحلى متابعين سما ونفكوا كده من جو الايه من جو اللي هو التخفيضات والحاجات الحلوه دي مع ان اخر فيديو صورت لكم بتاع وناسه بجد بجد في حاجات مش هتصدقوا الاسعار دي الحاجات دي طبعا لمتابعين سما زي ما انتم شايفين كده الاول كل سنه وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم اول حاجه عايزين نوريكم كحك العيد وتشكيله كحك العيد اللي انا عاملاها بص مش عاملاها انا شاريها يعني جاهزه اه زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله انواع كحك العيد اهي حاجات كده حلوه كده على قدنا زي ما شايفين ما شاء الله في في البلبن الملبن يا جماعه اللي بتلخبط مش عارفه ليه في هنا دي غريبه بالتوت وفي غريبه بالبندق تمام آه انواع الغريبات دي الصراحه الغريبه دي حلوه قوي طعمها جميل جدا وهنا انواع شوكولاتات مختلفه شويه في بسكوت في شوكولاتات في برده الملبس ده حلو جدا 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 اللي هو عباره عن آه قهوه حلوه قوي هنا بقى شوية كاجو فستق لوز حاجات كده حلوة جدا هتعجبكم ان شاء الله هتعجبني انا انا بقى بس هصورها بس <applause> كسون طيبين يا جماعة وهنا شوية طبعا ما ينفعش من غير الترمس ما ينفعش العيد من غير الترمس كسون طيبين شايفين الترمس انا عاملة زي ما شاء الله ما ينفعش العيد من غير الترمس وهنا شوية مكسرات بارد على حار اللي هو اصفر شوية ده هو الحار واللي البرتقالي اللي جوه هو اللي بارد وهنا طبعا عملت بقى كوبايتين شاي بس مش عارفه ابو ساره حاطط عود انا زي ما هو ليه مش فاهمه بس حلوه ابو قطه خيرك تسلم ايدك والله والله ما قصرت تسلم الايادي بصوا يا جماعه زي ما انتم شايفين حبيبتي يا سمسيم خدي اللي انت عايزاه يا سمسيم انت عايزاه قلبي اللي انت عايزاه كل سنه وانتم طيبين خدي انت عايزاه خدي يا عمري آه سبب انت بتستاذني قلت حبيبتي خدي اللي انت عايزاه زي ما انتم شايفين كده يا جماعه دي حاجه بسيطه من حاجات العيد يا رب يتعاد عليكم بخير يا رب امين انتم وحبايبكم ويا ريت يا جماعه كل الناس اللي ما بتكلمش بعضها تتكلم بعضها كده وتصلح بعضها وعيد سعيد عليكم يا رب ان شاء الله زي رايكم عيدوا على ماما عيدوا على بابا لو متوفيين ادعوا لهم الفاتحه تمام ما حدش يزعل عن حد في الايام دي يا جماعه بالله عليكم ارادوا الناس حتى لو بكرت معايده زي ما انتم شايفين كده دي حاجه بسيطه بس حبيت اصورها لكم وحاجه سهله جدا يعني مش لازم اي حاجه تفرح ولادك لو شويه فاكهه عندك مش مشكله اي حاجه كده تحب تفرحي بها ولادك تبسطيهم وتسعديهم في نفس اليوم انا بس حبيت بس أوريكوا حاجه بسيطه من العيد بتاعنا لازم اشارككم طبعا زي ما بتشاركوني في اي حاجه لازم انا برضو اشارككم في كل حاجه حتى في العيد الفطر المبارك ان شاء الله عقبال الاعياد بتاعتنا يا رب ودايما اعياد في اعياد في اعياد ودايما ايامنا تبقى زي العسل باذن الله تعالى زي ما انتم شايفين كده يا رب اهو حاجات حلوه جدا هتعجبكم حاجات كده انا هاكل كده وانا بكلمكم اهو هاكل كوجايه <applause> واكل معاكم كحل كمان عشان ايه مش لاحسن تقولوا للتصوير بس لا مش للتصوير بس للاكل كمان قولي يا سمسم اللي انت عايزاه حبيبتي يا سمسم قولهم كل سنه وانتم طيبين يا سم بتقول لكم بتسوي لكم وبتعملوا كده <applause> هي مش فاهمه زي ما انتم شايفين كده يا جماعه كل سنه وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم ويتعاد علينا وعليكم بالصحه وبالسعاده وبالايام الخير باذن الله تعالى ودايما يجعلها ايام حلوه لينا وليكم يا رب لو عجبكم الفيديو بقى عايزين بقى تعيدوا عليا كل سنه وانتم طيبه يا ام سما كل سنه وانتم طيبه يا سما زي ما يحب زي ما تحبوا ما في التعليقات اعيدوا عليا تمام ويا تكتبوا اسم اساميكم جنب التعليقات عشان اعرف بتتابعوني منين يا متابعين سما مع السلامه